شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الموقع الذي تحتله قضية الحقوق في الفكر الإلهي، موقع لا نجد له نظيرا في ظل التفكيرات المادية. في الفكر المادي لا توجد هنالك قضية يطلق عليها الحق، وإنما المحور الذي تدور كل الأمور حوله محور المصالح الشخصية. هنالك كلمة معروفة يقولونها: لا توجد هنالك صداقات دائمة، ولا توجد هنالك عداوات دائمة، وإنما توجد هنالك مصالح دائمة. حقوق الأولاد، لا مفهوم لهذه الكلمة في الفكر المادي. لعلكم رأيتم أو قرأتم أنه في الغرب الأولاد عندما يكبرون، البنات عندما يكبرن، كثير من الآباء يطردون هؤلاء الأولاد من البيوت، بينما إحنا من الناحية الشرعية يجب على الأب أن يتكفل نفقة أولاده إلى الممات. طبعا إذا الابن أو البنت لا تكون أو لا يكون قادرا، إذا مو قادر الأب يجب عليه أن يتكفله إلى موته. ولكن في ظل التفكير المادي الأب يطرد بنته من البيت إلى مصير مجهول. حقوق الأبوين لا مفهوم لها في الفكر المادي.
من الناحية الشرعية إذا كان الأبوان غير قادرين يجب على الأولاد أن يتكفلوا الأبوين إلى موتهم، ولكن في بلاد الغرب في ظل الفكر المادي والحضارة المادية الأولاد يأخذون آباءهم أمهاتهم ويلقونهم في الملاجئ. حتى نقل قبل فترة أنه بعض الكبار ينتحرون لأنه يشوف في الدنيا بعد ما إلى ملجأ، لا ابنه لا بنته، كل واحد رايح في طريقه، ملجأ ما عنده في هذه الدنيا، صديق يعتمد عليه ما عنده في هذه الدنيا. فأمر يدور بين أن يعيش في الملجأ ذليلا أو ينتحر. هذا الرجل الكبير يذهب وينتحر. كثير من الطاعنين في العمر في ظل الحضارة المادية يموتون في شققهم أو في بيوتهم ولا يعرف بذلك أحد إلى ما بعد فترة طويلة. الروائح تنبعث من الشقة، الجيران يلتفتون إلى ذلك، يخبرون الشرطة، الشرطة يجون يشوفون جثة متحللة ماتت قبل مثلا 8 أشهر. هذا ميت لا يعرف بذلك أحد ولا يطلع بذلك أحد. حقوق ماكو، وإنما هنالك مصالح. هذا في الفكر المادي والحضارة المادية، وإحنا كل ما نقترب أكثر إلى الحضارة المادية هذه المظاهر تكون فينا أكثر. بينما في الفكر الديني في الفكر الإلهي البشر له حقوق. دع البشر، الحيوان له حقوق. دع الحيوان، النبات له حقوق. إذا أردت أن تطلع على الأحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الحيوان وحقوق النبات، راجعوا الفقه كتاب النكاح بحث النفقات. الشيخ البحراني مؤلف كتاب الحدائق رحمة الله عليه من علمائنا الكبار، في كتاب الحدائق ذاكر فروع غريبة في حق الحيوان. حقيقة واحد عندما يلاحظ هذه الأحكام الفقهية يتعجب أن الشارع، أن الدين كيف يعتني حتى بالحيوان. إذن قضية الحقوق في الفكر الديني لها موقع لا نجد له نظيراً في أي قانون آخر. النقطة الأخرى في هذا البحث، وهذه النقطة تعتبر مفتاح لكثير من المشكلات الاجتماعية، كثير من
مشكلات الاجتماعية، المشكلات العائلية، تنبع من عدم مراعاة هذه النقطة. وهذه النقطة هي قضية تكافؤ الحقوق في الفكر الديني. هنالك آية قرآنية تطرح هذه القضية في إطار معين، وهنالك رواية مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تطرح هذه القضية في إطار عام. الآية القرآنية تقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا في إطار معين، في إطار العائلة. المرأة لها حقوق، ولكن المشكلة التي تنبع منها كثير من المشكلات أن الأفراد ينظرون إلى قضية الحقوق من بعد واحد. المرأة تلاحظ ما هو حقها، القضية ولهن مثل الذي عليهن. المرأة عليها واجبات ولها حقوق، القضية طرفينية. الرجل أيضا كذلك، الرجل يفكر ما هو حقي على زوجتي، أنا ماذا فعلت، المرأة ماذا ينبغي عليها أن تفعل. إحنا دائما نلاحظ في علاقاتنا ماذا ينبغي أن يفعل الآخرون تجاهنا، وهذه نظرة أحادية. الفرد يجب أن ينظر إلى الجانبين. طبعا أكو هنالك مرتبة أعلى عليا، كلامنا مو في تلك المرتبة، أنه الفرد المؤمن لا ينظر إلى حقوقه أبدا، وإنما ينظر إلى واجباته فقط. الوالد رحمه الله في إحدى كتبه يقول: إحدى القواعد، أربع قواعد بنيت عليها عملي في الحياة. إحدى هذه القواعد، وهي قاعدة جدا مهمة لا للآخرة فقط وإنما حتى للدنيا، هذه القاعدة: يتوقعون منك كل شيء ولا تتوقع من أحد شيئا. حقيقة إحنا إذا نعيش حياة بلا توقعات، المشاكل منين تبدأ؟ من التوقعات. إذا عشنا حياة بلا توقعات نرتاح في حياتنا قبل الآخرة. إذا رجل لا يتوقع من امرأته شيئا، كلما فعلته فهو فضل منها، ما يتأذى في حياته. إذا امرأة لا تتوقع من الرجل شيئا، كل ما فعله الرجل تعتبره فضلا، ترتاح في حياته. هاي مرتبة الآن ما نتحدث حولها لأنها مرتبة رفيعة، ولكن أقل ما في هذا المجال أن تكون النظرة طرفيني: ما هي حقوقي وما هي واجباتي. القرآن الكريم يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
أما الرواية المروية عن مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تضع القضية في إطار عام وشامل، وجد الرواية لطيفة. الإمام يقول حول الحق: ما جرى لأحد إلا جرى عليه، وما جرى على أحد إلا جرى له. قضية عام. ولو كان لأحد أن يجري له الحق ولا يجري عليه، لو كان كذلك، من كان جدير بأن يجري له الحق ولا يجري عليه الحق؟ الله تعالى المتفضل على الإطلاق، المنعم على الإطلاق. احنا حق ما عدنا على الله؟ احنا نطلب من الله شيء؟ ما عدنا حق على الله. حتى إيماننا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولكن الإمام يقول الله تعالى أجرى الحق لنفسه وأجرى الحق على نفسه. الله قال لعباده: منكم الطاعة ومني الإثابة، هذا حق الله فرضه على ذاته. إذن النظرة إلى الحقوق يجب أن تكون طرفينية. الأب لا يفكر فقط ما هي حقوقي على أولادي، وإنما يفكر أيضا ما هي حقوق أولادي علي. أديت هذه الحقوق أو ما أديت هذه الحقوق؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ونختم بها الحديث: الفرد، كل فرد في حياته إلا من شذ وندر إلا إذا واحد من أول حياته جدا مواظب وجدا ملتفت وجدا حذر، هؤلاء قلة. الأفراد في حياتهم يتعرضون عادة إلى التفريط في حقوق الآخرين، حقوق الله، حقوق المجتمع، حقوق الأولاد، حقوق الشركاء، فتبقى في ذمة المؤمن حقوق لله أو للمجتمع. الفرد المؤمن ينبغي عليه ما دام في هذه الحياة وبالذات في هذه الأشهر، شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان المبارك، يجب عليه أن يفكر في إفراغ ذمته من الحقوق، لأنه الفرد إن شاء الله، الله يطيل أعماركم جميعا، ولكن الفرد ينتهي في لحظة واحدة، فجأة ينتقل من هذا العالم إلى عالم ثاني.
وإذا الفرد انتهى لا يتمكن أن يعمل شيئا، ينتهي كل شيء، بعد يروح في بطون العالم الآخر. هذه الكلمة وردت في تعبيرات أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بطون، فد عالم مجهول ينتقل من بطن إلى بطن، هناك بعد ما يتمكن يعمل شيء. أما ما دام في هذه الحياة، واحد يتمكن أن يفرغ ذمته ويبرئ ذمته أمام الله. واحد يفكر شنو أكو من حقوق لله تعالى، حقوق المجتمع، يحاول الآن يتداركها. بعض الآباء يضربون أولادهم تشفيا، الابن يرتكب خطأ، الأب أو الأم يضرب هذا الولد بعنوان التشفي، تشفي يعني حتى قلبه يبرد، هذا حرام من الناحية الشرعية. الشارع جعل للأب والأم حد معين، أكثر من هذا ما إلى حق. فإذا ضربه فوق الحد الشرعي، الفقهاء يقولون إذا الضرب بلغ إلى حد الإحمرار أو الإخضرار عليه الدية، هذا الأب مديون لهذا الابن، هذه الأم مديونة لهذه البنت، الآن واحد يبرئ ذمته، الآن إبراء الذمة قضية ممكنة مهما واحد فرط، ولكن بعدين القضية قضية معقدة. إذا شاب من الشباب والعياذ بالله فاتت فرائض الآن يقضيها شيئا فشيئا، هذه القضية نقلها لي أحد الإخوة عن المرجع المعروف المرعشي النجفي، معروف رحمة الله عليه. قال كان هنالك رجل متدين كنت أعرفه بالتدين والإيمان والتقوى، وكانت تأتيني أموال لجهة خيرية لعمل خير، أفرض فرض أنه أن أعطي هذه الأموال للفقراء مثلا، طبعا هذا أذكره بعنوان المثال. أنا كنت أعتمد على هذا الرجل وأثق بهذا الرجل، فكنت أعطيه هذه الأموال حتى يعطيها لتلك الجهة. يقول مضت على ذلك أعوام طويلة، في يوم من الأيام جاءني هذا الرجل وقال مولانا أنا أريد أشوفك على انفراد وحدك. فذهبنا إلى غرفة ما فيها واحد آخر، قلت تفضل. مضمون كلمات ذلك الرجل، قال مولانا إنني طوال هذه الفترة كنت أخونك. قلت أنت الرجل المتدين؟ طبعا هذه القضايا قد تتفق أحيانا،
قضايا نادرة ربما تكون ولكنها تتفق. قلت: أنت كنت تخونني؟ قال: نعم. قلت: وكيف؟ قال: أنا هذه الأموال اللي كنت أخذها منك لتلك الجهة كنت أكلها جميعا وما أبذلها لتلك الجهة. قلت: أنت كنت تعمل هذا العمل؟ قال: نعم. فقلت له: يا خائن يا فاجر، الأموال تأخذها بعنوان إيصالها إلى تلك الجهة وتأخذها، غررتني بظاهرك. قلت: فعلت ذلك. الرجل قال: أنا الآن فعلت ذلك، فماذا تقول؟ قلت له: يجب أن تدفع جميع تلك الأموال، وبعدين مو تدفع بقيمة ذاك اليوم، بقيمة هذا اليوم، لأنه بقيمة ذاك اليوم ما ينفع الآن، قبل أعوام طويلة. قال: ما يخالف، أنا أدفعها جميعا. قلت: وكيف تدفعها؟ طبعا هذه ننقلها، ولكن القضية تمثل موقف جدا صعب. قال: أنا عندي دكان واحد، أنا أبيع هذا الدكان وأدفع ثمنه إليك لأفرغ ذمتي. يقول: ذهب الرجل، باع دكانه، الدكان اللي يتعيش منه، ما عنده مورد آخر، باع دكانه وجاء بالثمن وأعطاه لي وقال: ابذله إلى تلك الجهة. ثم قال لي: هل برئت ذمتي؟ قلت: نعم. خان الرجل ولكنه تدارك، هذا مهم المؤمن، أنه إذا فرط منه شيء لا يخلي، يتدارك. يقول: أنا أخذت الأموال، أموال ضخمة، وأعطيتها إلى تلك الجهة اللي كان يجب أن أعطيها. بعد أيام تمرض هذا الرجل ومات، جاءوا إلي وقالوا: إن فلانا مات، ولكنه مات وقد أبرأ ذمته. هذا هو المهم. يقول: أنا ذهبت إليه وصليت عليه ودفناه. تعليق أكو على هذه القضية، ناقل القضية ذكرها لي، ذكر هذا التعليق لي، قال: أنا أعرف ذاك الرجل وأنا ما أظن أنه خان ولا في دينار واحد. أنا أعرف هذا رجل متدين متقي، وأنا ما أظن أنه خان حتى في دينار واحد، حتى في تومان واحد، ولكنه شك. أنت مؤتمن، يجب أن تعطي هذا المال للفقير مثلا، وأعطى المال للفقير، لكن بعدين شك أنه واقعا من أعطاه المال كان فقيرا أو لم يكن فقيرا، أراد أن يبرئ ذمته بهذه الطريقة. العلم عند الله تعالى، إحنا ما نعلم واقع القضية، هل الرجل خان واقعا أو لم يخن واقعا، وإنما أراد التخلص بهذه الطريقة. ولكن هذا هو المهم في القضية، أنه تورط وتدارك.
هذه القضية نقلتها لبعض الإخوة في يوم من الأيام بعد انتهاء الظهرين. جاءني رجل أعرفه في إحدى البلاد وقال أنا في ذمتي مبلغ، أنا أريد أن أقدم هذا المبلغ لك لتصرفه في مصارفه. هاي الكلمة بقيت في ذهني حتى لا يبقى في ذمتي شيء. كلمة جدا مهمة. ثم بعد ذلك أخرج فد مبلغ قليل جدا قليل وأعطاني هذا المبلغ، قال هذا المبلغ يرتبط بتلك الجهة. هذا بعد الظهرين. ذهب إلى البيت كما نقلوا لنا فيما بعد وتغدى ونام، وكانت نومته الأخيرة النوم اللي بعد ما قام منها. احنا في يوم من الايام ننام ولا نقوم، او في يوم من الايام جلطة صغيرة تنهينا كاملا. او بشكل من الاشكال انك ميت وانهم ميتون. نحن ينبغي علينا قبل ان ننتهي ان نحاول ان نتدارك ما فرط منا. ذلك الرجل في قضية معروفة لا اريد ان اذكر تفصيلها، جاء الى الامام وقال له أنا أخذت أموال كثيرة وأغمضت في مطالبها، يعني ما كنت أعتني حلال حرام، فهل لي من توبة؟ الإمام قال نعم إن تبت تاب الله عليك. ثم هذا الرجل خرج من جميع أمواله حتى الثياب اللي كان يلبسها أخرجها، اللي المؤمنين اجتمعوا وجمعوا له ثيابا. الإمام قال إن فعلت ذلك ضمنت لك الجنة. في قضية مطولة. في لحظات الاحتضار فتح عينيه وقال لمن للذي كان حوله وفى لي والله صاحبك، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. إذا تلاحظون في أدعية هذا الشهر كلمة التوبة وكلمة الاستغفار مكررة في هذا الشهر. هذا الشهر شهر التوبة والاستغفار وتصفية الأثقال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام.